السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هحاول اشرح لكم ازاي تغير نقط الوصول بتاعه الجهاز بتاعك. طبعا احنا شغالين دلوقتي على نقط وصول جديده اللي هي الويب. اول حاجه بتخش على السيتنج عندك او الضبط، وبعدين تختار مور نتورك. طبعا الشرح ده على سامسونج ممكن يختلف من تليفون لتليفون تاني، بس انت حاول تدور على نفس الكلام. وبعد كده هتلاقي كلمه موبايل نتوركس تختارها، وبعدين تعمل اكسس بوينت نيمز. دي هتلاقيها في كل التليفونات بنفس الاسم، فانت حاول تدور لو تليفونك اي نوع غير سامسونج دور على اكسس بوينت نيمز. بعد كده زي ما احنا شايفين هنبدأ نختار نقط الوصول الجديدة فودافون. فانت اول حاجة هتكتبها زي ما احنا شايفين كده web.vodafone.com.eg، وتيجي عند اليوزر نيم تخليه ويب، والباسورد نفس الحكايه WAB نفس الحكايه برضو بالظبط. وبعد كده تروح عامل سيف، تعمل سيف لنقط الوصول بتاعتك. بس هي دي طريقه تغيير نقط الوصول في اي خط، سواء بقى انترنت او فودافون اي حاجه يعني. شكرا، اتمنى تكون عجبكم الفيديو.